السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. كان في 3 مباريات اتلعبوا في اليومين اللي فاتوا، يوم الثلاثاء 8/9/2020 واليوم الأربعاء 9/9/2020. الـ3 مباريات هما طبعا في الدوري المغربي، طبعا أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة ومتابعي الدوري المغربي. الـ3 مباريات هو مباراة رجاء بني ملال تعادل سلبيا أمام الدفاع الحسن الجديد 0-0، واتحاد طنجة فاز على أولمبيك خريبكة 1-0، والجيش الملكي تعادل امام الوداد الرياضي في كلاسيكو المغرب 1-1. طبعا الـ3 مباريات دول كانوا مؤجلين من الجوله الثانيه والعشرين بسبب الكورونا. خلينا نتعرف بقى على ترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين بعد الـ3 مباريات دول. اولا خلينا نشوف النتائج بالنسبه للوداد، احرز الهدف اسماعيل الحداد في الدقيقه 17، وبالنسبه للجيش الملكي احرز الهدف جدالي في الدقيقه 85. مباراه الرجاء امام سريع وادي الزمن للاسف تاجلت. نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الـ3 مباريات دول من الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي أو البطولة الاحترافية المغربية. عندنا في صدارة ترتيب جدول الدوري المغربي الرجاء في المركز الأول لعب 23 مباراة معاه 45 نقطة، في المركز الثاني الوداد من 22 مباراة معاه 41 نقطة، في المركز الثالث مولودية وجدة لعب 25 مباراة معاه 41 نقطة. طبعا عدد الجولات اللي اتلعبت في الدوري المغربي لو حد لعب كامل هما 26 جولة. نهضة بركان في المركز الرابع من 22 مباراة معاه 40 نقطة. الفتح الرباطي في المركز الخامس من 23 مباراة معاه 36 نقطة. الجيش الملكي في المركز السادس من 24 مباراة معاه 35 نقطة. الدفاع الحسن الجديدي في المركز السابع لعب 25 مباراة معاه 35 نقطة. المغرب التضواني في المركز الثامن لعب 25 مباراة ومعاه 33 نقطة. أولمبيك آسفي في المركز التاسع ب 32 نقطة من 25 مباراة. يوسفي برشيد في المركز العاشر ب 30 نقطة لعب المباريات كاملة. حسنية أغادير في المركز الحادي عشر ب 28 نقطة لعب 24 مباراة. سريع وادي زم في المركز الثاني عشر ب 27 نقطة من 24 مباراة. نهضة الزمامرة في المركز الثالث عشر ب 25 نقطة من 23 مباراة. أولمبيك خريبكة في المركز الرابع عشر ب 24 نقطة من 25 مباراة. اتحاد طنجة في المركز الخامس عشر ب 21 نقطة من 22 مباراة. ورجاء بني ملال في المركز السادس عشر والأخير ب 10 نقاط من 22 مباراة. أما عن ترتيب الهدافين وده ممكن يكون مختلف من مكان لمكان، يعني في المركز الاول رضا هجهوج، في المركز الاول لاعب اولمبيك خريبكة رضا هجهوج ب 10 اهداف يتساوى معه كريم البركاوي لاعب حسنيه اغادير. في المركز الثاني جوزيف كنيدو لاعب الجيش الملكي ب 9 اهداف ونوح وائل لاعب مولوديه وجده. في المركز الثالث حميد حداد لاعب الرجاء الرياضي ب 8 اهداف واسماعيل خافي لاعب مولوديه وجده. في المركز الرابع ابراهيم البحريوي لاعب سريع وادي زم ب 7 اهداف وجيان كومبوس لاعب الفتح الرباطي وكاسادي كازينجو لاعب الوداد الرياضي وسفيان رحيم لاعب الرجاء. وفي المركز الخامس ايوب لك عداوي لاعب اولمبيك اسف 6 اهداف وعبد الصمد المبركي لاعب نهضه الزمامره وايوب لك حل لاعب المغرب التضواني وابراهيم البحري لاعب نهضه الزمامره وبن ملانغو لاعب الرجاء ووليد الصبار لاعب اولمبيك اسفي وزكريا فاتي لاعب صوفيه برشيد. في المركز السادس عبد الاله عميمي لاعب الجيش الملكي ب5 اهداف وعبد الصمد نياني لاعب صوفيه برشيد وايضا اللاعب سيمون مصوفة لاعب الدفاع الحسن الجديدي ب5 اهداف. متابعينا الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الـ3 مباريات اللي اتلعبوا خلال يومين الثلاثاء والاربعاء 8 و9 سبتمبر في الدوري المغربي البطوله المغربيه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.